عيد الليلة عيد والليلة عيد الليلة عيد فرحة فرحة والعمر جديد العمر جديد العمر جديد كل سنة وانت طيب يا طيب يا ليلة العيد أنستينا وجدت الأمل فينا يا ليلة العيد كل عيد وانت طيبة يا زاهية الله يسلمك وكل الإخوة المشاهدين في كل مكان في ربوع ليبيا وكل الوطن العربي عيدكم مبارك الله الله على العيد وجو لمة العيد كل عام وانتم بألف خير وفي سعادة ويا رب يرفع عنا هذا البلاء والوباء ويجمعنا على الخير والود والسلام كل عام والجميع بخير وإن شاء الله بعودة النازحين والمهجرين إلى وطنهم وبيوتهم وهم في أحسن حال سلام من قناة سلام ومن كل العاملين فيها وإن شاء الله ديما معيدين بالصحة والستر والسلام أيوة إلى كل شباب بلادي وإلى عزائزنا وشيابينا وإلى كل أمهاتنا ربي يعطيكم الصحة والهنا والعقبة الدائر العيد فرحة وتسامح اتصالحوا من أجل بلادنا ومن أجل أولادكم وأحفادكم وأنسوا الأحقاد ليبيا قلب يسعى الجميع من الشرق من الغرب من الجنوب من الشمال وطن واحد يحرس ربي الرحمن خلوا الفرح يعم والجرح يجف وخلي الأم تحضن صغارها وتعيد عليهم وانت يلي مخاصم خوك ولا جارك ولا أختك فرصة فرصة في العيد تسامحهم وتصالحهم وتعيد عليهم اتفائل خير وسامح يا أبو قلب كبير من أجل بلادك وبلادي من أجل ولادك وولادي وارمح بال السو في بير يا عيني عليك وسامح سامح يا أبو قلب كبير بيدك داوي جرحك بيدك وارسم فرحك ارسم عيدك بإذن الله مشيك ايدك صفي النية تحصد خير وارمي حبال السو في بير أملى بالمحبة أملى بالمحبة دارك من أجل صغاري وصغارك وخلي التسامح شعارك وقدرك بين الناس كبير وارمي حبال السو في بير يا عيني عليك سامحينا بالله يا زاهية انت وكل الأمهات والزوجات اللي تعبوا من أجلنا في رمضان وتحملونا وتحملوا أعصابنا مسامح مسامح من كل قلبي يا طيب وكل طيب يشقى ويتعب من أجل لقمة أحلال لعيلته ربي يحفظه ويبارك فيه تحية لرجال الأمن والمرور الساهرين على راحتنا ومبروك عيدكم والعقبة الداير تحية إخلاص للدكاترة والممرضين اللي على راحتنا وراحة الناس سهرانين ونقول لهم كل سنة وانتوا طيبين وفرحانين وجنينين وباهيين وإلى كل الإعلاميين والفنانين في كل القنوات الليبية كل من ساهم في رفع المعاناة على المواطنين وإدخال البهجة والسرور في بيوتنا العامرة احنا قبل ما نبدو هيك قلت لي يا زاهي اللي انت عندك يعني حاجة لشعرنا الكبير الراحل أستاذنا صاحب الفوازير والمنوعات أستاذنا ابن الوطن شاعرنا الكبير والصحفي والكاتب أستاذنا أحمد الحريري الله يرحمه ويحسن إليه الله أكبر الله أكبر فكرتينا في الليلة المباركة هذه الله يرحمه يقول إن شاء الله ما هناك غير الود وإن شاء الله ما يغيب منا حد وإن شاء الله يم الميام يسمح لا موجع ولا صد وإن شاء الله يا ساكن الوجدان يا بلادنا يا منور الإنسان نشوفك جنان بحد جنان والخير زايد لين فات الحد وإن شاء الله يلي بعيد الدار تلقاه وطنك بعد طول صفار وإن شاء الله يا مرتع النوار ديما ربيعك ما يحد حد وديما معيدين
وديما معيدين يا رب العالمين. شكرا لقناة سلام، شكرا لوقوفها معنا لتقديم كل المساعدات لإظهار هذا البرنامج بالشكل المطلوب. شكرا لكل كلمة خير وتابع البرنامج بكل اهتمام. شكرا لكل الفنيين وكل الأخوات وكل الشباب الرائعين اللي ساهموا معنا في إظهار هذا البرنامج بالشكل المطلوب. نلتقي في أوقات أجمل وأحلى بعيدا عن الوباء بإذن الله. نلتقي في مواعيد أخرى أروع وبعيدة عن الوباء. شو بتقولي يا زاهية؟ هي علي شوية نسيت باهي توا، بما ان احنا في الحلقة الأخيرة لازم حتى الناس يكونوا معنا بالمثل الشعبي في آخر حلقة حتى تعم الفرحة والجوائز والحاجات الحلوة. باهي قولي المثل يلا. توا بنقول لك المثل اللي هو رزق العيد. رزق العيد. رزق العيد، رزق العيد، رزق العيد. سلام. سلام. أكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مرسين المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام، أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي، وهكي تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون. وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.